انا رحت سنتين ورا بعض 2002 مع هيوستن روكيتس و2003 مع ميامي هيت. 2002 دي كان كابتن عادل عبد الفتاح عنده صديقه في امريكا اسمه سامح كرم، وهو كان ايجنت بس امريكان فوتبول مش باسكت، وكان ناقل على الباسكت مش يعني جديد، وطلب من كابتن عادل انه رشح لي لعيبه من مصر ان هي ممكن تيجي تعمل تراي اوت في الام بي اي. فكابتن عادل رشح له انا وطارق الغنام، وطلب مننا ان احنا نحضر فيديوهات ونبعتها على امريكا نقدر ان احنا يتعرضوا على الفرق هناك ونقدر نشترك في السمر ليج. فصدفة ان انا بعت فعلا، قعدنا وقت كتير وغابت الامور، كان في وسط السيزن، وساعتها كان طارق الغنام للاسف انصاب، كنا احنا نادي الاتحاد عايزين نستعيره بطولة عربية في لبنان وكان حصل له شرخ في الحوض. فالمهم جاء الوقت انه عايزيني اروح، فروحت انا لوحدي على هيوستن روكيتس. الفكرة انه لعبت جيمات كويسة، وبسببها جات لي السنة اللي بعديها دعوة على ميامي هيتس، لانه جيم ميامي بالذات لعبت حطيت فيه 20 نقطة، لعبت وقت فيه. بس ميامي كانت سنة دوين ويد وليبرون، يعني كان دوين ويد معايا في نفس الفريق وكنا اول جيم بنلعب فيه ليبرون في السمر ليج. بس هي سياسة، يعني الان بي اي مش عايز اقول لك انه حلم بعيد، هي مش حلم بعيد، اكيد في امور تانية منتاليتي، امور بعيدة جدا عننا احنا يمكن ما مش متعودين عليها بالسيستم والمنتاليتي بتاعت اللعيبة. بس هي في الاخر هي عبارة عن ايجنت، لو ايجنت جامد وعنده كونكشنز وعلاقات في الان بي اي مش صعب ان انت تلعب في الان بي اي، لانه يعني انت حتى لو الناس بتحضر وبتشوف المباريات بتلاقي كل فريق فيه 2 أو 3 ستارز والباقيين الليفل بتاعهم عادي، ويمكن شفناهم في لبنان لعيبه كتير لعبوا في الان بي اي ولاعيبه لعبوا في الدوري اللبناني ومنه راحوا على الان بي اي. فهي في الاخر يعني كان توفيق من ربنا انه او كاتب لي العب ما بلعبش، وفي الاخر ما كانش فيه نصيب. هو في فرق لحد ما، يعني في فرق ايجابي وفرق يعني في كرة السلة اللبنانية وكرة السلة المصرية، في فرق من الناحية دي ايجابية وهنا في ناحية ايجابية. يعني يمكن الحاجة اللي بتميز الدوري المصري ان هو شوية اجريسيف، يعني في خشونة اكتر. كرة السلة اللبنانية بتعتبر انترتينمنت اكتر، وهي اللعبة الشعبية الاولى اكيد في لبنان، فكل الاعلام وكل الجماهير وكل الناس يعني منصب التركيز على رياضة كرة السلة في لبنان. اهتمام الناس باللعبة يعني اكبر كتير من الاهتمام في مصر، لانه زي ما قلت لك بحكم ان هي لعبة شعبية الاولى، فكل الناس بتحاول ان هي تكثف جهودها ان اللعبة دي تفضل في المقدمة، بالاخص كانجازات عالمية ان هم قدروا يوصلوا كاس عالم 3 مرات، بطولات اسيا سواء اندية او منتخبات قدروا ان هم يحرزوا فيها القاب. فده الجزء الفني. الجزء الاداري شوية يمكن كبروفيشنال بالباسكت في لبنان يمكن شوية اعلى من مصر، من ناحية الملاعب، من الصالات اللي بتلعب عليها البطولات، السيستم البطولة يمكن دلوقتي مصر غيرت فيها بقالها سنتين سيستم اللي هو البلاي أوفس مش دورات مجمعة، ده بيدي موتيفيشن لكل الفرق انه هي تقدر تنافس لآخر لحظة، ده كان غايب عن مصر في السنتين الأخرى ده رجع له. في أمور كتيرة بتختلف في بعض النقط، بس يعني هي دي ابرز المواضيع اللي ممكن نقول عنها. هو في لبنان المشكله دي حصلت من بعد ما انا اخذت الجنسيه، يعني هو قبل ما اخذ الجنسيه 2014 كانوا 2 اجانب، بعد ما اخذت الجنسيه عملوها 3 اجانب 2 في الملعب. كان ليها عامل سلبي انه هي اثرت على الـ على الـ على المنتخب وعلى اداء اللعيبه اللبنانيين، لانه عندك وحتى يعني وصل البادجت بتاع اللعيب اللبناني نزل في الكفلوس، لانه وجود 3 اجانب بيقلل من احتماليه انه اللاعب اللبناني يشارك، فكانت دي مشكله بالنسبه للفرق والمنتخب. لا وكان في سنه كانت 3 اجانب في الملعب، رجعوا السنه اللي فاتت عملوها 2+1، فدي كان سلبيه جدا على انه هي تطلع خامات من الشباب. بس لما جيت للاتحاد برئاسة الأستاذ أكرم حلبي اهتم أكتر بقاعدة الناشئين، كانت غايبة كتير، يعني قعدت تقريباً 6 أو 7 سنين
غايبة عن رياضة كرة السلة انه بطولات الناشئين ما كانتش موجودة، فبالتالي وعامل الاجانب فبتأثرت تماما ان انت تلاقي اجيال طالعة تقدر تمثل لبنان. دلوقتي مع بقاله تقريبا سنتين او ثلاثة مش متذكر بالظبط بقاله كام سنة رئيس اتحاد، قدر يعمل طفرة بالذات في الشباب والناشئين، يعمل لهم بطولات، بدأت لعيبة تظهر، عمل 2+1 دي برضو ساعدت شوية انه اللعيب اللبناني يبقى ليه دور. في الدوري المصري لعيب اجنبي واحد بعتقد يعني مش اناف انه هي تبقى تخلي الناس تتشوق لكرة السلة. انت في نوع منه فني ونوع منه انترتينمنت عشان الجمهور وتجيب سبونسر وتجيب اعلام، كل ما الدوري يبقى شكله احلى كل ما تلاقي الناس بتركز عليه اكتر. فيمكن ده شوية عن مصر، يعني لو خلوها سي 2 اجانب مش 3 اكيد، 2 اعتقد كانت هتبقى افضل بكتير من ان هي تبقى 1.